ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنعمل في الجزء الاول من الحلقه الرز بالريحان وريحته حلوه ولون اخضر يجنن. هبص لكم عليه بصه، بصوا الرز بقى لونه حلو قد ايه وريحه جميله جدا. انا كده كفايه بالنسبه لي، انا طفيت عليه. والستيك بتاعي اللي احنا هنعمل له الصوص بتاع الكيوي اهو بيستوي، انا بقى هتبله بالملح والفلفل وهسيبه يكمل سوا لغاية ما يتشرب. هو نزل كمية المية بتاعته، انا ما ضفتش ولا حاجة، يدوبك بس حمرناه واخد اللون البني الحلو. هنديله بس ايه ملح وفلفل بقى تتبيلة كده وفلفل، عشان انا عايزاه يبقى اخد من الصوص بس الصوص الكيوي. الفلفل ده بيضايقني ويدق معانا فلفل، فاحنا هنعمل كده احسن بالشكل ده كده. نزود حبة، لا كده ده لا فعلا بقى اهو كده كفاية. استفدنا اهو كده، بس هعمل حاجة اقلبه عشان يبقى كله شارب الصوص، والمية اللي هو منزلها دي الصوص بتاعه يبقى فيه طعم الملح والفلفل، ما يبقاش متركز بس على القطع بالشكل ده كده. وهسيبه يكمل سواه لغاية ما نحضر له الصوص ونعمل مع بعض العصير اللي احنا قلنا عليه، اللي هو السموثيز مع الزبادي بقى وحاجات كتير كده. نجيب بس بولة عشان نحضر الصوص بتاع الستيك. انا عندي الكيوي زي ما قلتلكم اهو مهروس وجاهز، ممكن نكمل اكتر لو حاسين ان في قطع لسه، ممكن نعمله بالشوكة حاجة بسيطة. وهو كده كده لا مدام يعني طري فهيبقى سهل ان انا اعمل كده اهو بالشوكة. انا مش عايزة اضربه في الخلاط لاني انا عايزاه يبقى بوري يعني مهروس، يبقى باين انه مهروس، ما يبقاش باين انه هو عصير. وهضيف له نص كوباية عصير تفاح كده، وكمان هجيب عايزة معلقة خل تفاح، ادي خل التفاح، جيب بس معلقة، انا هعمل معلقة صغيرة بس، يبقى طعم التفاح مع الكيوي طعم جميل. ويبقى احنا كده اهي كفاية، ويبقى احنا كده جهزنا الصوص بتاعنا بتاع الستيك. هقلب بقى كل ده مع بعض وهسيبه على جنب عشان نعمل مع بعض خليط الزبادي او عصير الزبادي. ادي الصوص بقى جاهز، نشيل الحاجات دي. وهنجيب بقى ايه، انا هعمل حاجتين، هنقسم المكونات بتاعه الزبادي ده عشان انا عايزه اعمل لكم لون حلو كده في الكاس. دلوقتي هنخلط مع بعض المكونات بتاعه العصير. هنعمل ايه؟ هنخلط مع بعض، انا عندي كومبوت خوخ اللي هو بيبقى محفوظ في الكانز ده، وعندي عصير برتقان، وعندي الزبادي ده الخليط بتاعي الاولاني. وهناخد ايه مكعبين تلج معايا، والخليط الثاني هيبقى عباره عن مربى، انا مختاره مربى كرز، ممكن تبقى مربى توت كمان، يعني ده حاجتين تبدلوا فيهم كطعم وكلون الاثنين. وممكن نبدل كمان الدبس الرمان بالرمان نفسه او عصير الرمان زي ما انتم حابين، وعندي التلج في الاثنين هيشتغل. هنجيب اول واحد الاولاني كده عشان اوريكم بس ايه يعني حلاوه الالوان كده وهي نازله مع بعض كده. نجيب معلقه بس عشان ننزل بيها الزبادي. انا عندي كوبايه زبادي ادي كده، ريحه اللحمه بقت جميله جدا وسهله وخفيفة، ما حطناش اي حاجة غير معلقة زيت زيتون حمرنا فيها اللحمة. وعندي الخوخ اللي هو زي ما قلنا الكمبوت الخوخ، شرايح الخوخ، وعندي عصير البرتقان حوالي نص كوباية كفاية، ممكن حبة كفاية. وهاخد مكعبتين تلج عشان انا عايزاه يبقى زي فيك تلج كده ايه مجروش زي ما بنقول. وهنحط الحاجات دي
بس عايزه ابص بس على اللحمه اللي ريحتها كده ايه لعلعت في المكان. خلي ده كده ممكن نحتاجه. اهي بصوا شربت بقت جميله واللون حلو. انا كده هطفي عليها وهسيبها متغطيه. على فكره لما بتبقى متغطيه بتعرق وبالتالي بتنزل بقى كمان وبتبقى طريه، بتبقى حلوه قوي. يعني ما نشيلهاش بقى ونحطها في طبق ونسيبها عريانه، لا هتنشف. لكن لما نسيبها متغطيه بتبقى لسه فيها العصير او الصوص بتاعها زي ما بيقولوا كده، بتبقى جوسي كده. وهحط ده كده عشان نضرب اول او نص مكونات العصير. انا مش عايزه التلج يتضرب قوي، يعني انا عايزاه يبقى واضح عندي في الخليط. ادي اول خليط، شيل ده وهخليه ده بقى مركون كده على جنب. ده اول واحد. تاني واحد هجيب واحد تاني عشان انا عايزه الوان حلوه كده تبقى باينه في الطبق. اجيب بس معلقه برضو. هنحط فيها عندي مربى زي ما قلت لكم، هنحط فيها مربى الكرز او مربى التوت زي ما انتوا عايزين كده اهو. وهحط كمان معاها معلقه دبس رمان يدي مزازه، وطبعا مع مزازه الزبادي بتبقى حاجه جميله، ومزازه البرتقال كمان فبتبقى حاجه حلوه كده. كفايه دولي. وهحط معاهم برضو التلج، ممكن نحط مكعب واحد كفايه ان احنا اوريدي حاطين في التاني، ونخلطهم مع بعض. انا عايزاه يبقى عصيري كده شويه اهو، بس هي التلج عايزه تسيح. ممكن نحط واحده كمان. كده كده تمام، جميل جدا. شيل بقى ده كده ونشيل الحاجات دي عشان هوريكم بقى ايه الالوان هتبقى تمتزج. هنعمل كده زي هارموني كده مع الالوان مع بعض، امتزاج للالوان. نشيل بس كده وننظف بس ايه المطبخ قبل ما نجيب كاساتنا. احنا كده لحمتنا خلصت، الستيك بتاعنا جاهز هنغرفه، والرز جاهز والعصير كمان جاهز، بس لازم نقدم بشكل حلو. نجيب بس الكاسات. ادي اول حاجة انا هحطها. ونفس الحكاية نشيل ده برضو. طبعا الخليط اللي فيه الزبادي هيبقى فيه شوية سمك عن التاني. الشكل ده كده. هنجيب اول كاس همشي الاتنين سوا، بمعنى يعني هنصب الاثنين مع بعض كده اهو. ده اللي انا عايزاه. ادي اول واحد، حط تاني واحد بالشكل ده كده. ادي امتزاج الالوان زي ما قلت لكم. حابه اعمل لكم شكل مختلف، الوان مختلفه. خليه كده بقى على جنب عشان نحط الستيك بتاعي ونغرف الرز. و
واو بصوا الستيك وريحة حلوة جدا وحاجة بسيطة وخفيفة. حطوا كده وزي ما قلت لكم لما تسيبوه متغطي بيبقى الصوص بيحتفظ بيه كده اهو. انا كفايه كده بالنسبه لي الستيك. خلي بقى دي انا هغطيها بعد الحلقه انا اكلها. اجيب بس العصير كده شويه واجيب الصوص بتاع الكيوي عشان اسقي بيه الستيك بتاعي. اجيب ده كده عشان ايه تبقوا شايفين معانا. بس انا عايزه اجيب معلقه احط بيها الصوص على اللحمه وزي ما قلنا نحطه قبل التقديم على طول علشان يبقى انا مش هنسخن مش هينفع يتسخن بعد ما نحط الصوص فنحطه قبل التقديم يبقى على طول شرب بقى هي معاها الصوص اللي نازل منها ومعاها الصوص الكيوي بعصير التفاح. حاجه جميله وطعم مختلف. ادي كده جاهز ده عندي. هجيب بقى اخر حاجه نغرف الرز بتاعنا. الرز الاخضر الحلو اللي بالريحان ريحه جميله جدا. بصوا الالوان حلوه ازاي. انتوا عارفين انا عاشقه للالوان وبعدين بقى جينا في منطقه الاخضر فالاخضر هنا كتير قوي وبوصايا يعني عاملين رز اخضر وصوص اخضر في العصير فلت بقى من الاخضر. ريحته جميله جدا بالشكل ده كده. حط بس ايه اخر حاجه العلامه المميزه لينا نجيب من الجنينه بتاعتنا الريحان الاخضر عنوان الطبق بتاع الرز بالشكل ده كده. ادي اطباقنا والعصير بتاعنا وادي اطباقنا للنهارده. عملنا مع بعض ستيك بصوص الكيوي طريقه سهله وطعم مختلف وعملنا رز بلون جديد اللون الاخضر وريحه وطعم حلوين رز بالريحان وعملنا سموثز بالزبادي بتوت او كرز زي ما انتم حابين بطريقه جديده. اتمنى ان الوصفات النهارده تكون عجبتكم وتجربوها ونتواصل دايما على ويب سايت ست البيت وما تنسوش ان الوصفه دايما عندنا. اشوفكم في حلقه جديده انتظروني. باي باي.